عسلامة. عسلامة أختي. لاباس؟ الحمد لله. مرحبا بيك معنا مسيو. وبيك معك. في عندك أبنائك عاطلين عن العمل. أي عاطلين عن العمل. كيفاش أنت قاعد تواجه معاهم في المشكل هذا؟ يعني نمشي ناخذ في طرف نتاع شوية ريكلام شوية واحد نخدم فيها ما فهمت. تو هاو في باب الخضرة محبسونا كتيري. ناس تلقت اللي عندي شهرية قارة. لأن تخدم عامل يومي مسيو تبيع وتشري في حاجات. عامل يومي ما عنديش حاجات كيكو برا. فهمت عندي وليدي لقته البلاستيك فهمت ما تعرف تو ايش عمره؟ عمره محسوب قرب 30 سنه قرب 30 سنه فهمت يا خويتي وين الخدمه ما ثميش حتى خدمه ثم خدمه هي تو حتى تمشي تنصب فهمت واحد يجيك البلديه تو ما كنش حتى في عهد برقيبه كنا قبل ننصبوا لهنا في باب الخضره بعد شهر ولا بعد شهرين يجيكش البلديه تو تعرف شنية الكلام البذيل فهمتي الجي هز اسمع هز والله عندي باكم نتاع القلب عندي برشا دواء لهنا نتاع هز رين اي دوايين انت كنت عم الله ربي يشفيك نجبدهم لك تو نجبدهم يجي تقول له خويا خذ والله نسي في باكو دواء 38000 ثم دواء ب 15 ثم يقول لي خويا تحب نعبيهم لك تو نعبيهم لك عبيهم نحطهم في الكرة وبرا فهمت انا ما يهمه حتى شيء هو اللي نهز بشوية. أنت عندك نصبة مسيو؟ ما عنديش نصبة. حبيت تعمل؟ وش خص؟ لأنه أنا نعمل أنا عملوا لي بقعة فهمت 10000 باش نصور 20000 10000 للدولة و10000 لي أنا فهمت 10000 فهمت ما نصورش 20000 أعمل لي نصبة أخوي أعمل لي نصبة حطني وين تحب أنت أعمل لي نصبة أنا من هنا تو ساعات نمشي الحانتلاقة ساعات نمشي القلعة ما يكونش هما انتصاب فوضوي مسيو باعتبار انه ماك تعرف المشكل يعني هو ممنوع من قبل والله بقي ما قبل احسن صدقيني قبل احسن والله قبل احسن عين مغطي على عيني فهمت بعد شر قلت كتجيكش فهمت جت جابن علي فهمت كابس شويه باقي احسن ننصبه فهمت جت النهضه سبحان الله باقي ها لكن تو ما عادش فما انتصاب فوضوي ماش ما يخليكش لا باش تخلص ما ولا باش تخلص ما يندروش عليها العباد ما عندهاش اولاد ما عندهاش فهمت موضوع ما وتعرف انت الموضوع تو قداش يجي ومصروف نتاع الدار انت مصروف انت كيك وبرا انا لقته من اخر الواحد يظل في اخر المرسي ناخذه من بعضنا فهمت هذا طريف من السلق وهذا طريف واحد انا شويه بطاطا شوي اللحم هذاك او رب الكعبه يا اللحم نتاع من العيد والله اللحم العلوش من العيد لمانا بالله الا شريناه كان شويه دجاج شويه كبد نتاع الدجاج طريف هكاو فهمت هو فما يعني الاكل تنجم تاكل راه اي حاجه باش تقتصد يعني ما فماش حاجه ضروريه راه نصور انا الدواء تشريه وكهو يعني. الدواء هو كل مريهم باكو نوريهم لك لا صادق مسيو نجبدهم صادق والله نجبدهم ربي يشفيك امين ان شاء الله يشفي امه محمد فيتي تسيب لنا شوي خويا اعمل لنا نصاي اعمل لنا نصب ما كتحب على الفوضى وفروا لكم معناها السوق مسيو ولا ما وفروا شيء تي هما نحاهم قبل ما يوفروا لهم السويق في سير سرد يقول برك وفروا لهم عملوا لهم في منصف بيه فهمت هاك تو وريتي لما خرجت من القرانه شوفها ولا ربي شكون مازال يحس بيك قسم الله بربي اللي يحس بك قداش من واحد يخدم في العائله مسيو والله ما يخدم حد والله قلنا قداش من واحد يخدم في العائله مسيو والله ما يخدم حد والله ما يخدم حد انا كنت نحكي لك انت معناها يعني ثم المدامه ساعات فهمت ناس يقربوا لها يهزوها تخدمك النهارين ولا ثلاث هكا هو فهمت هكا هو تخدم نهارين واغزر وكنا نحكي لك والله صدقيني نحكي لك يعني مش أنا منحية كلوة عندها السكر أي ربي يشفيها يا رب إن شاء الله أمة محمد والله منحية كلوة وعندها السكر فهمت أنت تعرف تو بكا وجاب ربهم يعطوا في بكرة السكر ساعات تلقاه ساعات ما تلقاش فهمت أنا الدواء عطيني فهمت من عادي في قسم 11 في شهر نيكول ساعات الدواء الغالية ضيت هنا هذا كان تاع 4000 ولا 5000 موجود أما تاع 20 وثم دواء ب 32 وثم دواء ب 38200 ويش من هنا اني هز معي تو انا ما خرجت صدقيني اللي عندي لهنا مسكر صدري تدخن مسيو خدمت قبل في قهوه ما ندخنش خدمت قبل في قهوه
ضربت يمكن جيها 12 سنه في سوق البلاط في قهوه، هذيك هي ضرت ريحه الشيشه. ما يلزمك باش تعمر الشيش، انت اللي تعمر الشيشه. يلزمك باش تعمر الكليون، مره نخدم من برا مره نخدم من الداخل. انا ساعات صاحبي اللي يخدم الداخل نقول له اسمع خلينا نخدم انا الداخل نعطيك شطر الجرنات، هذا فهمت انا عندها برشا واثرت علي من عاش من كبر من عاش. ان شاء الله هو ربي هو الشافي وكهو. يا اخويا خزروا لي انا يا اخويا، تو انت تنحيها من صب تنحي فيهم، اعمل لها مبقايا مثلا، اعمل لها مبقايا. هاني باب الخضرة انا لهنا، باب الخضرة. مين كنت تنصب انت ولا ما عندكش نصبه جمله؟ ما عنديش، انا تو كنت تنصب باب الخضرة لهنا. نصبت يعني؟ نصب باب الخضرة، ما حدش يخلونا تو تعرف وقت ايش يخلوك مع حكاية الأربعة وجيعة شفيت المادة كريتها الأربعة، فهمت؟ جيعة شفيت المادة باش تنصب، كان ما فقوش بيه، كان فقوا بيك يهزوه، فهمت؟ قال لك خويا جت من الفوق، نحن رانا خاطين اخي، نحن كنا نكلموا فيكم، نحن بعاد نحن، فهمت؟ ما كلمنا كم جمل، جيت تامر من الفوق اخويا الله غالب، شوف بقعة يعملوا لنا بقايا. قال لك كي تقابل الرئيس يقول له يعمل لك مبقايا، تو نحن ما عندنا حتى دخل، فهمت؟ يا اخوي ربي يشوف لينا نحن هو واحد والله، تو نعرف الرزق على ربي سبحانه. تو اش عملت مسيو كي ما تنجمش تنصب؟ تو لازم ننصب في العشيه. العشيه؟ اه ما شنيا، انا قلت لك ما يخلوكش، ما يخلوكش تنصب، ما يخلوكش جمله. كيفاش تبيع في سلعتك انت؟ في العشيه. في العشية هانا كان فاقوا مش ننصب ديما معناها تخدم بالك مش مرتاح مسيو. كثر ننصب، ننكثر ننصب نهار الحد والسبت نمشي شيرت عين تلاق، ولا نهار الاربعاء كي تظل عندي واحد صاحبي ماشي نمشي معاه للقلعة ولا السد ثابت، فهمتي؟ فهمت؟ نمشي معاه هذا كلهم. تو باب الخضرة هذا ينساه، انسى الاسواق الكل، الاسواق الكل مش حتى الاسواق الكل، انت دوري فهمتي؟ يا خويا ماذا بينا يعمل لنا بقايا يا خويا، نصوروش 20 هم 10 الدولة و10 الناح. علي يا خويا ما عندي صغار، عندي مصروف، عندي ماء، عندي هذا، كي تسكر علي. ديري ولا دارك مسيو؟ والله عندي دويرة ماهيش هكاك، كنت تمشي لها تو تبقى صدقيني بني قديم، فهمت؟ فين؟ باب الخضرة لهنا، فهمتي؟ باب الخضرة بني قديم خويا، فهمتي؟ تعرف شنو يحب لك لها تسليع، يحب لك والشباب هاك تعرف تو الذر. بنياتي يحبوا اللبسة والولاد، ولدي لقت بلاستيك، ولدي لق ولدك يعني. ايه ولدي خارج من الباكي لقت بلاستيك. هنا صدقيني العمل تعرف شنية وقتها، عمل في الشرطة وعمل في الحرس في الشرطة، عمل في الشرطة ونجح كل شيء. اللي عدي البحث لمني قالوا مشي مشي، وانا ما كانش بقعة قريبة تبيع ورب الكعبة كيما نحكيك بالواقع. من قال لي جاني بابا قال لي ربع ساعتين، قلت خويا والله ما عندي، ما عنديش واش نعطيك. طبع عليه مبلغ 15% وقتها، هذه بعد الثورة، بعد الثورة يمكن 2012 2013، عدى في الحرس في شيرة الوردية في الحرس، نحوا لهم الدم ونحوا لهم الواحد، ثم اللي قبلوهم ثم اللي خلوهم، ورغم من حين الدم. فهمت خويا؟ اعمل لي خدمة، اعمل لي خدمة، اعمل لي اعطيني نصب، اعطيني كشك ونخلص، اعطيني كشك اعمل. شنو الكلمه الاخيره اللي تحب تقولها مسيو؟ اختي ماذا بينا يعملوا لنا، اعطوني حتى بقعه ننصب فيها ونخلص، نوصل للرئيس فهمت، اعطيني بقعه. خويا مريض انا، انا مريض، انا كنا جبت لك باكو دواء فهمت، اقل باكو دواء ب 38000 و200 وش، والله هاتو نجبدهم لك توا، هاتو نجبدهم، والله هاتو نجبدهم لك. خويا اعمل، يعمل لي بقعه خويتي، يعمل لي بقيعة. الناس كل ثم ما اكثر مني راه، ثم ما اكثر مني راه، مش عليا انا برك. اما انت قبل ما تنحينا يا خويا اعمل لنا بقايع، قبل ما تنحينا اعمل لنا بقايع ونخلص. ربي يحفظك. صح.